الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله هدى ورحمة للعالمين، صلى الله وسلم عليه في الأولى والآخرة. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذه الآية معناها أن العبد المؤمن التقي إذا أدى الواجبات واجتنب المحرمات وعمل بما علم من أمور الدين وأحكام الشريعة، وكان ذلك بعد التفقه في الدين، كان ذلك بعد أن يتعلم ويتلقى العلم من أهل العلم، من أهل المعرفة، فإنه إذا وصل إلى هذه المرحلة فقد يفتح الله عليه ويعطيه العلم اللدني، يعطيه العلم الموهوب. هذا العلم اللدني الموهوب هذا لا يدرس في الكتب، ولا يقرأ عند المشايخ، ولا يدرس في الجامعات والمدارس، وإنما هذا فتح من الله. الله تعالى يعطيه لمن يشاء من عباده المتقين، من عباده المتقين. وليس معنى الآية واتقوا الله ويعلمكم الله أن الإنسان يبقى على جهله ويقنع بما هو عليه من الجهل ولا يتعلم أمور الدين فيتعلم وحده، لا، ليس هذا معنى الآية. وإنما معنى الآية فيها أمر للعباد أن يتعلموا ويعملوا بذلك العلم، لأن الله قال واتقوا الله، ومن تقوى الله أن يتعلم الإنسان ما فرض الله عليه من علم الدين، أن يتعلم الإنسان ما فرض الله عليه من أحكام الشريعة ومعرفة أمور العقيدة الواجبة عليه. وإلا فإن بقي الإنسان على جهله وقنع بذلك الجهل وغمره الجهل، فإنه قد يلعب به الشيطان ويوسوس له ويأتيه بتخيلات فاسدة وبأفكار كفرية، ويأتيه والعياذ بالله بتصورات مخالفة للدين والقرآن. فقد هذا الجاهل قد يصدق ذلك ويقع في الكفر وهو لا يدري، قد يصدق ذلك فيقع في الكفر وهو لا يشعر، وهو يظن بنفسه الإيمان والتقوى والكمال، وهو عند الله من الهالكين، وهو عند الله من الخاسرين. لماذا؟ لأن الذي غمره الجهل وغرق في الجهل ولم يرضى بأن يتعلم، فإنه يسهل على الشيطان أن يلعب به، ويسهل على الشيطان أن يوقعه في المعاصي والفساد، وأحيانا في الكفر والضلال. فهذا الذي غمره الجهل سهل على الشيطان أن يضحك عليه، سهل على الشيطان أن يلعب به. فهؤلاء الذين هم قانعون بجهلهم، هؤلاء يتقاذفهم الشيطان ويلعب بهم كما يلعب الصبية بالكرة. كيف الولاد الصغار بيلعبوا بالطابة؟
هول الجهال اللي ما بيتعلموا أمور الدين الشياطين بيتقاذفوهن وبيلعبوا فيهن وبيتضحكوا عليهن وهن ظانين بحالهم الكمال والتقوى، وبالواقع الشيطان عم بيتضحك عليهم، وبالواقع الشيطان يضحك عليهم. روى ابن عبد البر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. ليه؟ لأن هذا الفقيه الذي تمكن في الدين، الذي تحصن بالعلم، الذي صار من أهل الفهم وصار ممن عندهم ميزان معتبر، يصعب على الشيطان أن يدخل عليه وأن يأتيه بتصورات وتخيلات توقعه في الكفر. وأما الجاهل الذي يتعبد على جهل فيقوم الليل من غير علم ويصوم النهار على جهل ولا يقعد في مجالس العلم ولا يسأل العلماء ولا يتفقه في الدين، وإنما رسم طريقا لنفسه بنفسه وتمشخ على نفسه ودرس على الكتاب وحده، فهذا سهل على الشيطان أن يلعب به وأن يكون بين أيادي الشياطين كالكرة بين أيادي الأطفال، بين أيدي الأطفال الذين يتقاذفونها ويلعبون بها. فمن هنا لا بد لنا من العلم، فالعلم الصحيح دليل على السعادة الأبدية، والعلم الصحيح مفتاح الجنة، علم أهل السنة مفتاح الجنة. فهنيئا لمن يتعلم، فإن تعلم العقيدة وثبت عليها وكانت عقيدته صحيحة وتعلم الأحكام، كيف تصح الصلاة وكيف يتوضأ وكيف يصوم ويصلي، تعلم الأحكام، هذا حلال وهذا حرام، تعلم الأحكام، ما يحل وما يحرم من النظر إليه ومن الاستماع إليه ومن التكلم به ومن المشي إليه، وما يحرم من الملبس والمسكن وما لا يحرم، تعلم المحرمات، عرف المعاصي وابتعد عنها، عرف الواجبات والتزم بها طبقها، فإن هذا الإنسان هو العامل بمقتضى الآية: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا. وأما الذي لم يعمل ما ذكرناه فمن أين يأتيه العلم اللدني؟ لا يحصل عليه. من أين يأتيه العلم الموهوب؟ لا يحصل عليه. حرام عليه ذلك، ذلك حرام عليه، لأنه على الجهل والفسق والمعاصي وربما على الكفر. فلا بد للإنسان من العلم، لأنه بالعلم يعرف الإنسان كيف يتبع الأولياء، وبالعلم يعرف كيف يمشي في طريق الجنة، وبالعلم يعرف كيف يبتعد عن طريق النار، وبالعلم يعرف كيف يتجنب طريق الشيطان، بالعلم يعرف كيف يسد المداخل على الشيطان. لذلك سيدنا الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا ببركاته قال: كل طريقة خالفت الشريعة فهي زندقة. إذن لا يكفي للإنسان أن يقول أنا شيخ طريقة، أو أنا مريد الشيخ الفلاني، أنا معي الطريقة الرفاعية، أنا أخذت الطريقة القادرية، أنا انتسبت إلى الطريقة النقشبندية. هذا وحده لا يكفي، هذا وحده من غير علم لا يكفي،
قراءة ورد الطريقة يحتاج لعلم، احفظوها هيدي، قراءة ورد الطريقة يحتاج لعلم، الذكر يحتاج لعلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج لعلم، قراءة القرآن تحتاج لعلم، الأذان يحتاج لعلم، إقامة الصلاة بحاجة للعلم، كل ذلك بحاجة للعلم. الإنسان الخطيب والإمام والمؤذن والخادم وقارئ القرآن والإمام والطالب والمتعلم والأستاذ كلهم بحاجة للعلم، كلهم بحاجة للعلم. كم وكم من الناس اليوم يقولون نحن نشتغل بالذكر، نحن لا نحضر مجالس العلم، نحن نكتفي بورد الطريقة. قولوا له ما معنى الطريقة؟ شو معنى الطريقة؟ الطريقة هي أخذ العهد من شيخ صالح على مداومة ذكر الله، هذا بحاجة للعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. فلا يكون الإنسان من أولياء الله ومن أحباب الله تعالى بمجرد أن ينتسب للطريقة من غير علم، لا ما بيكفي. لأنه كم وكم من الناس اليوم ينتسبون للطرق انتسابا وهم بعيدون عن الشريعة. فالطريقة الرفاعية والطريقة القادرية والطريقة النقشبندية والطريقة البدوية والدسوقية وغيرها هي، وأهل الطريقة خدام للشريعة، خدام للشريعة. سيدنا الرفاعي رضي الله عنه مؤسس الطريقة الرفاعية كان يقول كل طريقة خالفت الشريعة فهي زندقة، فهي زندقة. إذا ما حدا يموه عليكم، ما حدا يمرئ عليكم يبقى على جهله ويقولكم أنتوا أهل الظاهر ونحن أهل الباطن، أو يقولكم أنتوا أهل العلم ونحن أهل الذكر. اعرفوه دجال، اعرفوه دجال، لأن الصلاة فرض على اللي بيشتغل بالطريقة وعلى اللي ما بيشتغل بالطريقة، لأن الوضوء فرض على كل مكلف معه طريقة أو ما معه طريقة، يتعلم هذا حلال وهذا حرام، هذا فرض على كل المكلفين معهم طريقة أو ما معهم طريقة. إذن ليس معنى التصوف وليس معنى الطريقة القناعة بالجهل، لا، ليس معنى التصوف وليس معنى الطريقة أن يكون الإنسان دجالا يضحك على الناس ويأكل أموال العباد باسم التواضع وباسم الولاية لتأتي الهدايا، لا، ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال. فكم وكم من الناس اليوم يدعون الولاية ويدعون المشيخة في الطريقة، يدعون أنهم مشايخ بركة وهم لا يعرفون أحكام الصلاة، لا يعرفون أحكام الوضوء، لا يعرفون الحلال من الحرام. فمن أراد أن يكون من أتقياء الله، فمن أراد أن يكون من الصلحاء، ومن أراد أن يكون من الأولياء، ومن أراد أن يكون على طريق الأولياء، ومن أراد السلامة والنجاة، ومن أراد السعادة والفلاح، ومن أراد الخير والاطمئنان، ومن أراد النجاح في الدنيا والآخرة، فلا يكون ذلك إلا عن طريق تعلم أحكام الدين والعمل بذلك، إلا عن طريق التعلم، التعلم والتطبيق، العلم والعمل. بهذا يصل الإنسان للتقوى، بهذا يصل الإنسان للصلاح. سيدنا الرفاعي رضي الله عنه ما كان يشغل الناس بالذكر ويتركهم على الجهل، لا،
كان يعلمهم أولا العقيدة والأحكام، هذا حلال وهذا حرام، وبعد ذلك يعطيهم الطريقة. لذلك لا بد للإنسان من أن يتعلم. وركن التقوى، ركن التقوى معرفة الله والرسول. أساس التقوى الإيمان بالله ورسوله. فإذا كان الإنسان عقيدته فاسدة، يشبه الله بخلقه، أو يعتقد أن الله كالضوء، أو يعتقد أن الله جالس على العرش، أو يعتقد أن الله له كمية، أو أن الله له مساحة أو مسافة، أو أن الله تعالى يتصور في البال، أو أن الله تعالى ينتقل، أو أن الله تعالى يشبه الضوء أو الظلام، هذا ما عرف الله. مهما اشتغل على زعمه بالطريقة، ومهما اشتغل على زعمه بالأذكار والأوراد، فإنه بعيد عن الدين. لماذا؟ لأنه مشبه لله بخلقه. فالإنسان الذي يكذب القرآن والذي يشبه الله بخلقه، ماذا ينفعه لو ذكر في اليوم 100,000 مرة لا إله إلا الله؟ شو بينفعه؟ إذا غضب سب الله، وهو يعتقد في قلبه أن الله جسم كبير قاعد فوق العرش، أو يعتقد أن الله تعالى له شكل، ماذا ينفعه لو ذكر الله في اليوم 100,000 مرة؟ لا ينفعه. إذن أولا العقيدة السليمة، العقيدة الصحيحة، أن ينزه الله عن صفات المخلوقين، أن يعتقد ويصدق بأن الله لا مثيل له، لا شبيه له. الآية واضحة، فلا تضربوا لله الأمثال. الآية واضحة، ليس كمثله شيء. ربنا لا مثيل له. الشافعي رحمه الله ماذا قال؟ المجسم كافر. هذا قول الشافعي، المجسم كافر، هذا الذي يعتقد أن الله تعالى مثل الإنسان، مثل الضوء، مثل الشمس، مثل القمر، أو أنه كالهواء، أو أنه جالس على العرش، مثل هذا الرجل الذي كان في القرن الثاني الهجري يقال له بيان ابن سمعان التميمي، قال عن الله تعالى إنه جسم ويفنى. هل هذا يكون عرف الله؟ هل هذا يكون آمن بالقرآن؟ هل هذا يكون اتبع النبي؟ لا، هذا مكذب للقرآن، مكذب للنبي، مشبه لله بخلقه. لو هو ادعى الإسلام، اسمه بيان ابن سمعان التميمي، هذا مشبه مجسم. عن مثل أولئك قال الشافعي المشبه المجسم كافر. لذلك لا بد من العلم، لأنه بعلم الدين يتنور القلب، وبعلم الدين يعرف الإنسان كيف يبدأ رمضان، بعلم الدين يعرف كيف يدخل رمضان، بعلم الدين يعرف كيف يبدأ الصيام، بعلم الدين يعرف فرائض الصيام، بعلم الدين يعرف شرائط وجوب الصيام، بعلم الدين يعرف كيف يفسد الصيام، بعلم الدين يعرف أنه لا يعتمد على بدء الصيام وعلى دخول رمضان بقول الفلكيين والمنجمين والحساب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن ما بكفي أن نأخذ بقول المنجمين والفلكيين والحساب فنقول بكرة رمضان، لا، علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصيام يكون إما برؤية الهلال أو بإكمال شعبان، هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأما الذي لا يتعلم، وأما الذي غمره الجهل، وأما الذي غطاه الجهل، وأما الذي غرق في الجهل، وأما الذي يعيش ويأكل ويشرب على الجهل، هذا قد يقع في الكفر وهو لا يدري، قد يقع في الكفر وهو لا يشعر. فكم من مشبه ينتسب للإسلام، كم من مجسم يدعي الإسلام، وكم من مكذب للقرآن يدعي الطريقة. لذلك العلم العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. فبعلم الدين يعرف كيف يتبع الأولياء، بعلم الدين يعرف أن الطريقة مستحبة وليست واجبة. وأما الجاهل الذي غمره وغطاه الجهل، قد يظن أن الطريقة فرض، والطريقة منا فرض، لا الطريقة الرفاعية ولا القادرية ولا النقشبندية ولا غيرها من الطرق. وإنما ذكر ابن حجر في الفتاوى الخليلية أن أخذ العهد حسن محبوب. شو حسن محبوب؟ من فرض، من واجب. لذلك قال العلماء: إن من أوجب الطريق، من اعتبر الطريق فرض على الناس، فقد أوجب ما لم يجب إجماعا، فقد أوجب ما لم يجب إجماعا، فيكون مكذب للدين، فيكون مكذبا للدين. كذلك بعض من يدعي العلم يقولون والعياذ بالله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل الغيب. لا، الرسول لا يعلم كل الغيب، الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ما علمه الله. الله قال في القرآن الكريم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الله وحده الذي يعلم كل الغيب. وقال الله تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. الله يقول للرسول: لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. إذن الرسول لا يعلم كل الغيب. الله تعالى علمه أزلي أبدي، وعلم الرسول حادث. الله علمه شامل لكل الأشياء قبل حصولها، والرسول لا يعلم إلا ما علمه الله، لأنه هو صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلم إلا ما علمني ربي. الرسول قال: لا أعلم إلا ما علمني ربي. كيف بعض الجهال بيدعوا أن الرسول يعلم كل الغيب، لا يستحون من الله؟ قال هن أظن أنه هذا مدح للرسول. لا والله، هذا تكذيب للدين، هذا من مدح للرسول. ثم الرسول لا يرضى بكلامهم ولا يفرح بقولهم ولا يسر منهم، لأنه كلام هذا تكذيب للدين، والرسول ما بينسر بشيء فيه تكذيب للدين. الرسول ما بيفرح من الإنسان اللي عم بيكذب الدين. فاللي عزعم بيقول أنه نحن أظن نمدح الرسول، قل له: هذا فيه نسبة الألوهية للرسول. اللي بيقول عن علم الرسول أزلي أبدي وهو عالم بكل الغيب جعله إلها، وهذا كفر، وهذا كفر، هذا ضلال مبين، والرسول لا يرضى بذلك. خلص عندنا آية واضحة: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. لو كان يعلم الغيب كان بيعرفهم، ما هيك؟ لو كان يعلم كل الغيب كان عرفهم الرسول. بس الآية شو فيها؟ لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. الآية واضحة، كيف يكذبون على الله؟
بعدين اللي بيقول الرسول يعلم كل الغيب هذا ساوى بين علم الله وعلم الرسول، هذا الكلام كفر. تبهتوا؟ الرسول ما بعث 70 واحد من الصحابة من القراء لينشروا الدين والعقيدة والعلم ويعلموا القرآن في بعض القبائل، فاعترضهم بعض قبائل المشركين في الطريق وقتلوهم 70 واحد. لو كان الرسول يعلم كل الغيب كان بده يعرف انه حيقتلوهم فما كان بعثهم، ولكن لما ارسلهم وذبحوا دل ذلك على انه لا يعلم كل الغيب، دل ذلك على انه لا يعلم كل الغيب. وبعض الجهال قال اظن يمدحوا الرسول بيقولوا ربي خلق طه من نور، هذا جهل ما صحيح. بعض المداحين في بعض البلاد بيقولوا ربي خلق طه من نور، هذا كذب افتراء. واللي بيعتقد او بيقول انه الرسول جسمه خلق من نور فقد كذب القرآن. اللي بيقول انه جسم الرسول خلق من نور او هو نور، اللي بيقول انه جسم الرسول خلق من نور هذا تكذيب للقرآن. ربنا قال في سورة الكهف قل انما انا بشر مثلكم، بشر. الرسول له ام واب، امه آمنة بنت وهب بيو عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم، خلق من نطفة ابويه، وهذا من نقص بحق الرسول. الرسول خلق من نطفة ابويه وهذا ليس نقصا في حقه، لانه اكثر البشر خلقوا من نطف امهاتهم وابائهم الا عيسى وآدم وحواء، إلا عيسى وآدم وحواء. أما بقية البشر حتى الأنبياء حتى إبراهيم حتى محمد عليهم الصلاة والسلام خلقوا من نطف أمهاتهم وآبائهم. إذا هذا ما في نقص بحق الرسول، الآية واضحة قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر. فاللي بده يمدح الرسول يقول عنه خير خلق الله، مش هذا غاية المدح؟ غاية المدح أن يقال فيه خير خلق الله، أفضل خلق الله، أكمل خلق الله، أعظم خلق الله. شو في بعد أكثر من هيك مدح؟ لماذا يكذبون؟ لماذا يكذبون فيقولون خلق من نور؟ لماذا يكذبون على رسول الله فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر؟ هذا منه حديث، هذا منه حديث، هذا مكذوب على رسول الله. السيوطي قال عن هذا إنه ليس له إسناد يعتمد عليه في كتابه الحاوي للفتاوى، قال عن هذا إنه ليس له إسناد يعتمد عليه. والحافظ أحمد الغماري قال عنه إنه موضوع. شو يعني موضوع؟ مكذوب على الرسول، مكذوب يعني موضوع. ربنا يقول في القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي، إذا أول المخلوقات شو هو؟ الماء. هذه آية قرآنية واضحة وصريحة. فبنأخذ بحديث موضوع ونترك القرآن أو بنأخذ بالقرآن؟ نأخذ بالقرآن. والنبي عليه السلام يقول وأخرج من الماء كل شيء، الحديث ما في لفظ حي، وأخرج من الماء كل شيء، الحي غير الحي، الأحياء والجمادات خلقت من الماء. إذا عندنا آية قرآنية وأحاديث ثابتة صحيحة تخبرنا بأن أول المخلوقات الماء. أليس النبي عليه السلام قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء؟ إذا هذا بكفينا. لماذا نترك الأحاديث الثابتة الصحيحة لأجل الموضوع والمكذوب والمفترى والضعيف جدا والذي لا يعتمد عليه والذي ليس له إسناد والركيك؟ إذا عندنا ما يغني، عندنا ما يكفي. فهذا ما مدح للرسول. يجي الإنسان يقول أنا بحب الرسول كثير أقول عنه خلق من نور، هذا جاهل. ما بيمشي الحال يجي واحد يقول يا حبيبي يا رسول الله أنا بحبك كثير أنت خلقت من نور،
هذا بيكون إنسان ملفلف بالجهل. ملفلف بالجهل هذا منه مدح للرسول، هذا عم بيناقض كلام الرسول. فبيكون عم يمدح الرسول؟ لا، ما بيكون عم يمدح الرسول. كمان ما بيمشي الحال واحد يقول الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. الرسول من هو أول خلق الله؟ الرسول هو أفضل خلق الله. الرسول هو أفضل خلق الله. من هو أول خلق الله؟ بعض المؤذنين الذين يغلب عليهم الجهل بيقولوا هذه العبارة يا أول خلق الله. الرسول من هو أول خلق الله؟ الرسول له أم وبي. اللي بيقول عن الرسول أول خلق الله يعني عزعمه جعل الرسول قبل أم وبيه، واللي بيقول الرسول أول خلق الله جعله قبل السماء والأرض. شو هالكذب هذا؟ هذا كذب مركب على كذب، كذب مركب على كذب. فالرسول أفضل خلق الله، الرسول أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول أكمل خلق الله، أعظم خلق الله، أكرم خلق الله، أحب الخلق إلى الله صلى الله عليه وسلم، وهو أجمل خلق الله وأفصح خلق الله. هذا المدح. أما أن يقال عنه نور أو أول خلق الله هذا كذب، هذا افتراء ودجل. وكذلك بعض الناس الذين لا يتعلمون راضين بجهل، قنعوا بالجهل الذي هم عليه. بعضهم والعياذ بالله بيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة أرادت أن تضع له السيدة عائشة رضي الله عنها الإزار، فانعقد بين يديها وشافت عمود نور، قال ما شافت جسمه. هذا كذب وافتراء أيضا. حديث موضوع، هذا حديث موضوع. أليس الرسول كان يأكل ويشرب؟ أليس الرسول تزوج وصار له أولاد؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تخرج منه الفضلات؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم وقع مرة عن البعير فانخدش جسمه صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يكون نورا؟ كيف بده يكون نور؟ فهالكلمة من مدح انه هو نور وعمود نور وانعقد بين ايديها عمود نور، هي عم تحط له الإزار وما شايف جسمه، هذا منه مدح للرسول. اللي بده يمدح الرسول يقول عنه خير خلق الله، أفضل خلق الله، أعظم خلق الله، أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا مدح، هذا غاية المدح صلى الله عليه وسلم. فبالعلم يعرف الإنسان الحق من الباطل، بالعلم يعرف الطيب من الخبيث والحسن من القبيح. أما من غير علم فتمشي عليه أمور ومسائل كثيرة يهلك نفسه والعياذ بالله تعالى. لذلك من أراد أن يكون ممن ذكرهم الله تعالى ومدحهم وأثنى عليهم في جملة الأتقياء والصالحين فليعمل بالقاعدة التي ذكرنا. شو هي؟ علم وعمل، علم وعمل. بالعلم والعمل يكون الإنسان من الأتقياء، بالعلم والعمل. أما بالتمني وحده ما بيكفي، بالتمني وحده ما بيكفي. خلي ابنك قاعد بالبيت إن شاء الله بيصير ابني رئيس الأطباء، بالتمني لحاله ما بيمشي الحال. بكل الأمور لابد من السعي، لابد من السعي. بعض الناس بتقولي لهم امشي معي على درس الدين، بعض الناس بتقولي لها صلي بتقولك لا يهديني الله. قولي لها اذا خليك قاعدة بدون اكل وشرب، وقولي ان شاء الله باكل ان شاء الله بشرب. هو كلمة ان شاء الله فيها بركة ومفيدة،
أما قولي لها للطعام والشراب كيف بتسعي، كيف تخرجي للطعام والشراب، بهم ونشاط في الليل والنهار يخرجون لطلب المال والطعام. أما بشان الصلاة وعلم الدين ودرس الدين بعدين بشان الصلاة ودرس الدين تقول لي لا يهديني الله عزعمها، كمان خليكي قاعدة بدون أكل وشرب وقولي باكل لنشوف إذا حيجي الأكل لعندك وتاكله. إذا هي بتسعى وبتقوم وبتخرج لغي الطعام والشراب والمال. لذلك لابد من العلم، لأنه بالعلم يعرف الإنسان طريق الجنة، بالعلم يعرف الإنسان طريق الجنة. أما من غير علم بيهلك، من غير علم يهلك هذا الإنسان. فإذا المطلع على سير الأولياء والصالحين والناظر في سير الأولياء والصالحين يعرف كيف كانوا يهتموا بالعلم، ويعرف كيف كانوا يهتموا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. مش الإنسان بيوصل للولاية هو قاعد ببيته بدون صلاة وبدون علم وبدون عبادة وبدون أداء الفرائض، لا، ما بيوصل للولاية إذا هو بعده على الجهل وتارك الفرائض وعم بيوقع بالمحرمات، ما بيوصل للولاية. سيدنا أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه كان في كل ليلة كل يوم في الرواق الذي كان عنده رضي الله عنه ونفعنا ببركاته يجتمع عليه 20,000 نفس في كل ليلة، طعميهم ويسقيهم ويعلمهم الدين، يعلمهم، مش ياكل منهم، مش اسقوني، اهدوني، عظموني، بجلوني، لا، هو كان يخدمهم مشان يعلمهم. هذا حال الأولياء، هذا حال الصالحين. في ليلة في السنة كان يجتمع عليه فيها أكثر من 100,000 نفس، اسمها ليلة المحيا. كان يكفيهم من ماله الخاص طعاما وشرابا، مع أنه منه من الملوك الدنيا، يعني منه من الأمراء والوزراء الظاهرين الدنيا، من ماله الخاص كان يكفيهم طعاما وشرابا. الله بارك له في ماله يطعمهم، وكان يقوم على قدمه لخدمتهم، هو يخدمهم رضي الله عنه. كان يفتش عن المريض ليروح يزوره، يفتش عن الفقير ليطعميه، يفتش عن صاحب الحاجة ليقضي له إياها. هذه سير الأولياء والصالحين، بعلم الناس بيكونوا عندهم رحمة وشفقة على عباد الله، بيكون عندهم رحمة وشفقة على عباد الله تعالى. سيدنا أحمد الرفاعي مرة اجتمع عليه في المجلس أكثر من 100,000 نفس، جلس على الكرسي وبدأ بالوعظ. ما أن بدأ بالوعظ، وهذا المجلس تصوروا أنتوا مجلس فيه أكثر من 100,000 نفس، أكثر من 100,000 نفس، العلماء والقضاة والمشايخ والصالحين قاعدين أول شيء قدام، بعدين المسلمين، بعدين الفساق، المسلمين الفساق أهل الكبائر، وفي حواشي المجلس في الأطراف كان في بعض اليهود والصابئة، في أمن الكفار. بدأ سيدنا أحمد الرفاعي بالكلام والوعظ، ما أن بدأ إلا أن نزلت الرحمة والسكينة ورقت القلوب وذرفت الدموع، فأسلم في مجلس واحد 8,000 شخص، دخلوا في الإسلام بمجلس واحد 8,000 شخص أسلموا، و40,000 شخص من المسلمين العصاة أهل الكبائر تابوا إلى الله بمجلس واحد. كانت رضي الله عنه بركاته ظاهرة، بس ما اكتفى مع الناس انه خلص انتوا جايين لعندي تابوا طريقة وروحوا، لا، كان يعلمهم الدين والعقيدة. كان رضي الله عنه يقول لهم الله موجود بلا مكان،
كان يعلمهم أن الله منزه عن صفات المخلوقين، كان يخدمهم ويعلمهم، كان يخدمهم ويعلمهم رضي الله عنه ونفعنا به. وكان إذا بلغه بمريض يخرج إليه ولو كان بعيدا عن بلده إلى مسافة يومين، كان يطلع يروح يزوره. ومر رضي الله عنه دخل إلى بلد اسمها الحدادية في العراق، وكل أهل الحدادية من جماعة سيدنا أحمد الرفاعي، كان بيناتهم بنت صغيرة، بنت صغيرة عرجاء وشعرها تناثر بسبب مرض أصابها، وقع شعرها لأنه أصيبت بمرض، وكان في ظهرها مثل الحردب بالعامية بيقولوا. فهذه البنت الصغيرة كانوا البنات الصغار يستهزئوا فيها، فلما اجى سيدنا احمد على الحدادية طلعوا كل اهل البلد حتى يستقبلوه، فدنت منه هذه البنت الصغيرة زينب، دنت منه ثم قالت له: يا سيدي انت شيخي وشيخ والدتي، وقد زهقت روحي، يعني تعبت، وقد زهقت روحي من استهزاء بنات الحدادية بي، فلعل الله ببركتك وبقرابتك من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفيني مما أنا فيه. فأخذته الشفقة لحالها وتأثر رضي الله عنه وقال لها: ابني مني صغيرة. فوضع يده على رأسها وقال: بسم الله. فنبت شعر رأسها في الحال، ووضع يده على رجلها وقال: بسم الله. فتقومت رجلاها ومسح على ظهرها فاستقام ظهرها. صار من وقت يسموه أبو العرجاء والعريجاء نسبة لهذه البنت العرجة اللي شفاها بإذن الله. هذا كان حاله، يضرب به المثل في التواضع والشفقة على عباد الله رضي الله عنه ونفعنا به. فاللي بده يكون على طريق الأولياء والصالحين ما بيمشي الحال بدون علم، ما بيمشي الحال بدون تقوى وصدق. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى، اللهم انشر علينا رحمتك يا رب العالمين، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، اللهم عافنا واعف عنا وارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وزيارته وشفاعته وحسن الحال وحسن الخلق وحسن الختام. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، فإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجمعنا في دار كرامتك بأحبتنا يا رب العالمين، وتقبل منا وارزقنا الخير والسداد والهدى والصلاح، ووفقنا لما تحبه وترضاه، وأعنا على الصيام والقيام، وتقبله منا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل بسر الفاتحة.